حبيبة هو أن تتكلم على حب في الحجر الصحي و نحاول نتكلم على الحجر بصفة عامة ماشي الحجر الصحي، حجر الإعاقة، حجر الفقر، ديال الجهل، ديال التطرف، ديال عدة أشياء. وفوالا دونك هو الممثلين اللي اختارينا هو عبد الفتاح النقادي، فاطم زهرة بلدي، جميلة مصلوحي، عبد الغني الصناك، جمال الدين العبابسي، فاطمة كوش، توفيق حماني، عدة ممثلين. فكرة الموضوع هي اختاريت الممثل قبل الموضوع، اختاريت الممثل وعاد كتبت أنا وياه، حكى لي حياته، حكيت له حياتي وعاد كتبنا السيناريو. الموضوع كان مع الكونفينمون، كنت نكتب وجات الفكرة ديال 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 الكتابة ديال السيناريو. عفتح النقادي تهمني وداك شي اختاريته قبل ما نكتب السيناريو. من بعد قلبنا، درنا دي كاستينغ باش نشوفوا الممثلين اللي يوالموا في الأدوار اللي توالم. فوالا بحال دائما. وفاطمة زهرة هي ممثلة غزالة، شابة صاعدة، تعطي القوة للشخصية. حبيبة هي أنا وأنا هي حبيبة. دور ديال واحد بنت البادية اللي كتحاول تبيع الأحلام ديالها، اللي كتحدى المجتمع، ولكن كطيح في المشكل اللي تحنا فيه كاملين جزئيا، اللي هو الحجر الصحي. غير بما أنها هي ماشي من المدينة اللي غتكون عايشة فيها، فغادي نرجعوا للور ونشوفوا الناس اللي كانوا مسافرين، اللي كانوا كيقراو، اللي كانوا كيخدموا، شنو غيطرى لهم؟ ما غيقدروش يرجعوا لدارهم، ما غاديش يقدروا يكملوا يعيشوا في ديك المدينة. فغادي تلقى شخص واحد اللي غادي يعاونها، ومعاه غادي تبدا واحد لافونتور اللي عامره بزاف ديال لي زيموسيون، وغادي نسافروا معاهم مع انهم مختلفين على بعضياتهم بزاف، الا وانه غادي يلقاو بعضياتهم في واحد النقطه محدده. لا شخصيه اللي جديده عليا، وانا كنشوف كل شخصيه مختلفه على الاخرى، لانه كل وحده كيكونوا عندها افكار مختلفه، باك جراوند مختلف. بالنسبه لي كنشوفها شخصيه جديده، وكان لي الشرف انني نخدمها، حبيتها بزاف وحبيت الاشتغال في هذا الفيلم، فنتمنى ان حتى الناس يحبوها. الشخصيه ديال حبيبه والشخصيه ديالي هو ممكن انك تتبع الاحلام ديالك، انك تحدى، انك تقاتل مع الوقت باش توصل داكشي اللي بغيتي. هذه كنشوفها اللي ماشي غير بينو بين حبيبه، اللي ما بين بزاف ديال البنات وما بين حبيبه، خصوصا البنات اللي كيبغيو يغيروا الوضعيه ديالهم وكيبغيو ينجحوا في حياتهم. هاد الدور تبع يعني حيت لقيت فيه ذاتي اللي هو انا، ما كاين شي حاجه جديده، يعني ما كنوصلش للناس، يعني ما كنطرش نعطي للناس شي حاجه من الخيال ولا سيناريو جديد ولا احداث جديده. لا، هو حياتي الخاصه كنعاودها للناس من خلال هذا الفيلم. غير اللي هو اللي جديد فيه هو العلاقه الانسانيه اللي فيها مجموعه ديال التشويق واحداث اللي خص الناس غادا تنتظرها داخل هذا الفيلم، من خلال هذه العلاقه بين الاستاذ الموسيقى وحبيبه للممثله فاطمه زهره بلدي. اللي كنتمنى من الناس يمشيوا للقاعات باش يشوفوا هذا الفيلم، لان فيلم جدير بالمشاهده. دابا انا موجود هنا باش غادي نشوف واحد الفيلم ديال صديقي حسن مجلون حبيبه. ما شفتوش او في طنجة، كان داز في طنجة، ولكن اليوم بان لي بانه جا الوقت باش نشوفه، لان حسن من المخرجين المتميزين عندنا. انا جيت للدار البيضاء باش نكمل قرايتي في لافاك، ولكن فات عليا الحال ديال التسجيل وبقيت هنا. مشيت خدمت في واحد لوزين في سيدي عثمان وكندير الموسيقى حيت عزيزه عليا. اون موفيز نوفيل سي كو لي كور غيتوقفوا في الكونسيرفاتوار. عيمانه اما هو في الطاكسي، خصك تسناي حتى تسمعي الطق باش تحلي الباب وتدخل، وتسمعي الطق عاد تفعي الباب وخرجي، سينو غادي تبقاي واحله محبوسه داخل السانسور. لا ماشي قاصر، خاصك تصبري. شنو عندك معاه؟ وقفوا هذا النشاط هذا. بين ليله ونهار لقينا راسنا في حجر ثقافي. نسيت باللي كاين شي. كان عزيز عليا نمشي نجلس حدا باش نبقى نسمعو كيفاش كيعزف. حجر صحي. بالصحة والراحة. أستاذ ديال الموسيقى. أنا من نهار فقدت البصر وأنا في عزلة. جو سوي كونفيني أفي مع هاد الإعاقة. ألو مي وانت فينك؟ جبت لي الرخصة إلا بغات تمشي لدارهم. طير كيف العادة، روح العشق بكري،
خوفي من الصياد يخليه.